ليلى لا ليلى لا ليلى لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع شرح درس جديد من دروس مادة لغتي، درس أحب أن أكون للأستاذ محمد إبراهيم مرعي. دائما أيها الأبطال نبدأ معكم عبر نافذة مدرستي في بيتي. المرحلة الأولية، الصف الثاني الابتدائي، مادة لغتي، الوحدة الثامنة، أحب العمل، أحب أن أكون تدريبات الدرس. نذكركم أيها الأبطال بتوجيهات التعلم عن بعد. أولا تجهيز الكتاب، ثانيا تجهيز ورقة وقلم، ثالثا فتح الكتاب عند طلب المعلم. سنبدأ بإذن الله تدريبات درس أحب أن أكون. كما تشاهدون أيها الأبطال أمامكم الآن، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الاستماع إلى هذه الأنشودة التي تتحدث عن المهن أيها الأبطال. بعزم ومهارة وإصرار نعمل نتعب ليل نهار، حيونا نحن العمال نحمل للإتقان شعار، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار. أنا خياط أنا خياط أعمل بتفان ونشاط، أنا خياط أنا خياط أعمل بتفان ونشاط، لا أعرف أبدا إحباط في كفي إبرة وأزرار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار، أنا خباز أنا خباز شعاري في الدنيا الإنجاز، أنا خباز أنا خباز شعاري في الدنيا الإنجاز، في فرني خبز ممتاز يأكله صغار وكبار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار، بناء أحمل أحجارا أبني وطنا أعلي جدارا، بناء أحمل أحجارا أبني وطنا أعلي جدارا، أبني مدرسة وعمارة أجمل بيت أحلى دار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار، بعزم ومهارة وإصرار نعمل نتعب ليل نهار، حيونا نحن العمال نحمل للإتقان شعار، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار، أنا نجار أنا نجار أعمل وبكف المنشار، أنا نجار أنا نجار أعمل وبكف المنشار، أصنع من خشب الأشجار نافذة حلوة للدار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار، حداد والعزم حديد حتى وغاد الحر شديد، حداد والعزم حديد حتى وغاد الحر شديد، أعمل دوما وأنا سعيد أصنع أبوابا أسوار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار، أنا حلاق هذا فني أعمل دوما وأنا أغني، أنا حلاق هذا فني أعمل دوما وأنا أغني، قرب رأسك واسمع مني أغنية حلوة وأشعار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار، بعزم ومهارة وإصرار نعمل نتعب ليل نهار،
حيونا نحن العمال نحمل للإتقان شعار حيونا يا أحلى صغار حيونا يا أحلى صغار كانت هذه أنشودة أيها الأبطال عن المهن وما يقدمه لنا من جهد في هذا المجتمع أيها الأبطال والتحية واجبة لهم. هيا بنا إلى أهداف الدرس. في نهاية هذا الدرس أتوقع يا أبطالي أن تكونوا قادرين على تحقيق ما يأتي: أن أجيب شفهيا عن الأسئلة، أن أكتشف معاني الكلمات وأضدادها وأوظفها في جملة مفيدة، أن أسعى إلى تحقيق هدفي. أولاً أيها الأبطال، أسئلة الفهم والاستيعاب، أجيب. وهنا أيها الأبطال أريد منكم الإجابة شفهيا فقط على الأسئلة الآتية: ماذا عرض المعلم على تلاميذه؟ السؤال الأول: ماذا عرض المعلم على تلاميذه من خلال استراتيجية المفاهيم الكرتونية؟ أختار الإجابة الصحيحة. إذا لدينا أيها الأبطال استراتيجية هنا تسمى استراتيجية المفاهيم الكرتونية، أختار الإجابة الصحيحة من خلالها. فعندي هذه الشخصية الشهيرة ميكي ماوس، وهذا ماريو، وهذا تويتي. هيا أيها الأبطال، ماذا عرض المعلم على تلاميذه؟ ميكي ماوس يقول: أتوقع أن المعلم عرض على التلاميذ صورا عن المملكة. هذا كلام ميكي ماوس. ماريو يقول: أعتقد أن المعلم عرض على التلاميذ قصة. تويتي يقول: أتوقع أن المعلم عرض على التلاميذ مشهدا عن الصناعات الحديثة في المملكة وأيضا القديمة، أي عرض مشهدا عن الصناعات القديمة والحديثة في المملكة. فأيهم أيها الأبطال من هذه الشخصيات كانت إجابته صحيحة؟ هل ميكي ماوس أم ماريو أم تويتي؟ نعم أحسنتم أيها الأبطال، الإجابة الصحيحة هي إجابة تويتي التي يقول فيها: أتوقع أن المعلم عرض على التلاميذ مشهدا عن الصناعات الحديثة في المملكة والقديمة أيضا. السؤال الثاني: من الذي قال أرغب أن أكون طيارا؟ هل هو فواز أم صالح أيها الأبطال؟ يلا من خلال أيها الأبطال استراتيجية العصف الذهني عليكم أن تجيبوا عن هذا السؤال: هل الذي قال أرغب أن أكون طيارا هو فواز أم صالح؟ هيا أبطال من خلال استراتيجية العصف الذهني فكروا معي. نعم إنه فواز، أحسنتم. السؤال الثالث أيضا بنفس الاستراتيجية أيها الأبطال، علينا أن نجيب عن هذا السؤال: ما المهنة التي اختارها صالح؟ هل اختار مهندسا معماريا أم نجارا؟ صالح أيها الأبطال ماذا اختار لمهنته في المستقبل؟ أحسنتم، اختار أن يكون مهندسا معماريا، أحسنتم أيها الأبطال. السؤال الرابع أختار الإجابة الصحيحة أيها الأبطال: ما المهنة التي اختارها حازم؟ ما المهنة التي اختارها حازم أيها الأبطال؟ رجل إطفاء، حداد، شرطي، فكروا معي أيها الأبطال. نعم أحسنتم، رجل إطفاء، رائعين أيها الأبطال. إذن السؤال الخامس أيها الأبطال يتحدث عن عدد المهن التي وردت في النص. كم مهنة وردت في النص؟ 9 مهن، أحسنتم أيها الأبطال. ما المهنة النافعة للوطن؟ إذن السؤال الأخير رقم 6 أيها الأبطال نسأل فيه: ما المهنة النافعة للوطن؟ أريدكم أن تحددوا مهنة نافعة للوطن، فكروا معي. أحسنتم أيها الأبطال، رائعين وممتازين دائما. جميع المهن نافعة للوطن، وجميع المهن تقدم خدمات للوطن، وجميع المهن أيها الأبطال يحتاج إليها الوطن. ممتازين أيها الأبطال. هيا إلى أهداف مكون أنمي لغتي في صفحة 131 أيها الأبطال. لدينا تدريب ثانيا أنمي لغتي، والهدف من هذا التدريب أيها الأبطال أن أكتشف معاني الكلمات وأضدادها وأوظفها في جملة مفيدة. معجمي الصغير، رقم 1: أصل الكلمة بمعناها، أصل الكلمة بمعناها. أحلق، ما معنى كلمة أحلق؟ هل أسبح أم أطير؟ أحلق في الفضاء، يعني أسبح في الفضاء ولا أطير في الفضاء؟ واضح، نعم الفضاء يحتاج إلى الطيران ولا يحتاج إلى السباحة، لكن البحر والذي يحتاج أيها الأبطال إلى السباحة، فأحلق معناها أطير، رائعين أيها الأبطال. الكلمة الثانية أخمد، أخمد النيران،
أنا أريد أن أكون رجل إطفاء لأخمد النيران. رجل إطفاء يطفئ النيران أم يشعل النيران؟ يطفئ. إذا معنى كلمة يخمد النيران أي يطفئ أيها الأبطال، وتصبح الكلمة أخمد. قم بتوصيل هذه الكلمة أيها البطل بكلمة أطفئ. الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة أرغب. ما معنى كلمة أرغب؟ ماذا ترغب أن تكون في المستقبل أيها البطل؟ أحسنتم، أريد معناها، معنى كلمة أرغب أريد. أيها الأبطال قوموا بالتوصيل بهذه الطريقة التي تظهر أمامكم. ننتقل بعد ذلك إلى خريطة المفردة الآتية، ولدينا كلمة وردت معنا في النص هي كلمة تسهم. وكلمة تسهم نريد أيها الأبطال أن نأتي بنوع هذه الكلمة وأيضا مرادفها أي معناها، ثم بعد ذلك نضع الكلمة في جملة مفيدة. الآن واضح أمامنا أن كلمة تسهم ضدها تتكاسل، مكتوبة أمامكم أيها الأبطال ضد كلمة تسهم تتكاسل. لكن علينا أن نفهم أيها البطل الموفق ما نوع هذه الكلمة تسهم. هذه الكلمة أيها البطل هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أحسنتم أيها الأبطال رائعين. الحروف معروفة أيها الأبطال، والأسماء دائما تقبل في أولها، أن يمكننا أن نضع في بدايتها ال، لكن كلمة تسهم واضح أنها لا تقبل ال فلا يستقيم المعنى معها، فبالتالي لا نستطيع أن تقول ال تسهم، ما لا يصلح هذه الطريقة في هذه الكلمة، إذن فتصبح كلمة تسهم فعل. أحسنتم أيها الأبطال. ما مرادف كلمة تسهم؟ تسهم في بناء الوطن أي تشارك في بناء الوطن. أحسنتم، هيا بنا نضع هذه الكلمة، كلمة تسهم، في جملة مفيدة، جملة يكون لها معنى أيها الأبطال. أحسنتم، مثل أن نقول تسهم التجارة، تسهم التجارة في رقي الوطن أي تشارك التجارة في رقي الوطن. انتقلوا بعد ذلك أيها الأبطال إلى أقرأ وألاحظ. أقرأ الجملة وألاحظ الكلمة الملونة. لدينا بعض الكلمات الملونة أيها الأبطال مكتوبة باللون الأحمر، عليكم أن تلاحظوا كيف كتبت الألف في بداية هذه الكلمة، هل كتبت همزة وصل أم همزة قطع، أي هل رسمت همزة على الألف أم لم ترسم. هيا، إن الوطن في انتظاركم، إن الوطن في انتظاركم، كأننا لم نقرأ هنا الألف أيها الأبطال، إن الوطن في انتظاركم لتسهم في بنائه، لم تظهر معنا الهمزة وبالتالي ستصبح هذه الهمزة وصل. أحسنتم أيها الأبطال. هيا نلاحظ الفرق هنا، أنا أرغب، ظاهرة وواضحة الهمزة، همزة قطع، أنا أرغب أن أكون طيارا أحلق بالطائرة لأنقل المسافرين. الجملة الأخيرة، سوف أكون رجل إطفاء أنقذ المصابين، أنقذ المصابين، أيضا ظهرت معنا هنا الهمزة أيها الأبطال وبالتالي تصبح هذه همزة قطع أيها الأبطال. إذن انتظاركم، في انتظاركم، انتظاركم تبدأ بهمزة وصل، وأنقذ تبدأ بهمزة قطع. اذهبوا معي أيها الأبطال سريعا إلى التراكيب اللغوية. أولا أستخرج من النص، أرسم خطا تحت الكلمة التي فيها حروف تنطق ولا تكتب. لاحظوا أيها الأبطال، أريد فقط حروف تنطق ولا تكتب، وليس العكس أيها البطل، لا يأتي أحد بحرف يكتب ولا ينطق، المطلوب حروف تنطق ولا تكتب كما تشاهدون. من هذه الكلمات، الكلمات التي لدينا المعلم، الطبيب، المهندس، الطيار، الحداد، هؤلاء. إذن أين الكلمة التي فيها حرف ينطق ولا يكتب؟ أحسنتم، هي كلمة هؤلاء. لدينا هنا ألف أيها الأبطال لكنه ينطق فقط ولا يكتب، لكن إذا كتبت الألف هنا تصبح الكلمة خاطئة إملائيا وخاطئة بالنسبة للكتابة أيها البطل، لكن عند القراءة نقول أيها الأبطال هؤلاء، لكننا لا نكتب الألف بعد الهاء. هيا الآن يا صغاري لنلعب لعبة جميلة على الورد ونتأكد من فهمنا للدرس أيها الأبطال. دائما كونوا مستعدين وكونوا في الموعد مع الورد وول. هيا يا أبطال سنقوم بتدوير هذا المؤشر ثم
ننظر الكلمة التي توقف عليها المؤشر وبعد ذلك نقرأها ونبين نوع ال أيها الأبطال، نبين نوع ال، هل هنا القمرية أم هي الشمسية أم ال هنا جزء من الكلمة الأصلية. نعم ألصق، أحسنتم، هنا أيها الأبطال الأصلية في الكلمة، لا أستطيع أن أحذف ال هنا، فبالتالي لا يمكن أن أقرأ ألصق بهذه الطريقة، فتصبح هنا الأصلية ليست شمسية ولا قمرية. تحذف هذه الكلمة، ثم نقوم بتدوير المؤشر مرة أخرى حتى نشاهد كلمة أخرى أيها الأبطال، كلمة الرياض أو ألوان. وقف المؤشر على كلمة ألوان، نعم كلمة ألوان أيها البطل كالكلمة السابقة تماما، تبدأ لا تبدأ بالشمسية ولا القمرية، لكن هنا أبطال هي جزء من الكلمة، واضح أنها مرسومة على همزة وال التي ال الزائدة اللي هي التعريف يا بطل تكتب بدون همزة، تكتب بدون همزة دائما أيها الأبطال، فبالتالي هذه الأصلية أيضا في الكلمة جزء من الكلمة، لا تنفك عن الكلمة أبدا مطلقا أيها الأبطال. قوموا أيها الأبطال بتدوير المؤشر مرة أخرى، ثم قوموا بتدوير المؤشر أيها الأبطال كما شاهدتم. لدينا كلمة ألعب، وكلمة ألعب كالكلمات السابقة أيضا ليست شمسية ولا قمرية، بل هي زائدة عن الكلمة، وهي بالتالي ليس الأصلية هنا في هذه الكلمة ألعب ليست كال الزائدة التي تصبح شمسية أو قمرية، فبالتالي تعرضنا إلى الأبطال أيضا إلى ثلاث كلمات وجميعها كانت ال فيها جزء من الكلمة الأصلية في الكلمة أيها الأبطال. هيا نشاهد كلمة أخرى، الصناعات، أحسنتم أيها الأبطال، فهنا الشمسية، الشمسية هنا أيها الأبطال، أحسنتم، لأنها تكتب ولا تنطق وبعدها حرف مشدد. هيا نكرر اللعبة أيها الأبطال. نعم أحسنتم، ستصبح كلمة العالم القمرية هكذا أيها الأبطال، ثم تكررون بهذه الطريقة وتختارون الكلمة ثم تبينون نوعها إلى أن تنتهي جميع هذه الكلمات أيها الأبطال، تصبح طبعا بهذه الطريقة، تصبح في هذه الطريقة أيها البطل قد انتهيت من فهمك تماما للدرس وقرأت كلمات كثيرة وبينت نوعها. نذهب معا إلى واجب اليوم أيها الأبطال، واجب اليوم حل ثانيا صفحة 133. لدينا في صفحة 133 تدريب عن نسخ الإملاء المنسوخ كما تشاهدون، أكتب عليك يا بطل أن تقوم بكتابة الجمل الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ، بالتالي اقرأ أولا الجمل التي أمامك ثم قم بنسخها بخط جميل مع مراعاة وضع الحركات وتناسب الحروف وتباعد الكلمات بشكل مناسب، تترك مسافة بين الكلمة والأخرى وتكتب بخط جميل أيها البطل. نعم أحسنتم، وختاما انتهت الحصة. ها نحن الآن يا أبطال نستمع إلى جرس الحصة، انتهت الحصة. نعم أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في حصة قادمة بعون الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم موفقين ورائعين.